بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياري وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدري، راضية بقضائي، مولعة بذكرك ودعائي، محبة لصفوتي أوليائي، محبوبة في أرضك وسمائي، صابرة على نزول بلائي، شاكرة لفواضل نعمائي، ذاكرة لسوابغ آلائي، مشتاقة إلى فرحتي لقائي، متزودة التقوى ليومي جزائي، مستنة بسنني أوليائي، مفارقة لأخلاق أعدائي، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة.
وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعدايتك لعبادك منجزة، وزلل من استقى لك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة، اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي، في منقلبي ومثواي
أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.